تاعهم الاساتذه اساسي تاعنا اساسي سبع اساسي. احنا اغلب يعني راه هو برامج التوأم الرقميه مش مفتوحه فقط للاعدادي، لكن احنا من حظنا انه المشروع نتاعنا ضم ثله من الاعمار ما بين 12 و15 16 سنه، لكن راه مفتوح ايضا للابتدائي للثانوي، ثم راه مشاريع اخرى ضمن برنامج التوأم الرقميه. المشروع هذا مشروع هذا مشروع هذا التاسعة سابعة ثامنة وثامنة فوالا في العالمية يعني التلامذة تقريبا ناخذوهم نقولوا احنا المتميزين في العالمية المتميزين في الإنجليزية هما بادروا يحبوا يشاركوا بعد نماوا ربما لغتهم الإنجليزية نماوا معرفتهم بالتقنية العالمية شنو بالضبط التلامذة بالنسبة للتلامذة احنا مش أول تجربة بحكم أن احنا خدمنا قبل في مشاريع أخرى التلامذة تعرفت على برنامج التوأم الرقمية وتشوف أصحابها كيفاش تخرج وتصور وتعمل السنة ما شاء الله معناها إقبال كثيف جدا معناها التلامذة الكل تحب تشارك طبعا الكل تحب تشارك وتحب تبدأ تحب تبادر لكن احنا بيان سور ما نجموش ناخذ التلامذة الكل ما عندناش دي كريتير انه باهي في اللونجلي ولا باهي في الإعلامية المهم يكون تلميذ موهوب في حاجة ينجم يكون ما يحكيش لونجلي بالباهي لكن موهوب في الرسم ينجم يكون ما هواش موهوب في الإعلامية لكن موهوب في الغناء يعني احنا نحاولوا ان ناخذوا تلامذة متعددة المواهب مش بالضروره مش نركزوا على ماده معينه فقط حاجه يكملها غيره بالضبط هما يكملوا بعضهم واحد ممتاز في الاعلاميه يمنتج ويخرج ويستعمل وسائل الاتصال الحديثه واحد باهي في اللونجلي يكون هو في الخطاب واحد في الصوره واحد في الرسم عندنا ما شاء الله موهوبين غناء رسم تبارك الله عليهم التلاميذ ذات الكل اما حشامين شويه تبارك الله معناها المهاره نتاعهم حطوها في الانترنت ما يحكيوش برشا مازالوا بتاتق احنا هدف من اهداف الاكاديميه هذه ان نحيو هيك التخاك هذاك وندربوهم على وسائل الاعلام الراديو التلفزه الجرائد معناها التلميذ راهو يستحق فقط فرصه كانت لكم زياره للاذاعه طبعا زرنا اذا استفدتوا من الزياره طبعا ثمنتوها وزاد دونتوا ارشفتوا الزياره طبعا احنا ارشفنا انا والزميله فاطمه بعزيز والزميله ريم جابر وتلين ذاتنا كل واحد استحب تلميذ جينا انطلقنا من البهو السفلي حتى وصلنا للسيده المديره الفوق نوجه لها التحيه لقينا كل الترحاب شافوا الارشيف نتاع الاذاعه شافوا كيفاش طريقه اعداد البرامج كيفاش طريقة تعديل الأغاني يعني كان بالنسبة لي لهم اكتشاف دخلنا زادة الأخبار شفنا كيفاش يعدوا الأخبار كانت تجربة رائدة واستعملوها حتى كي روحنا معناها وانطلقنا مثلا أنا في البرنامج هذا قسمنا تلامذة مش يعدوا برنامج تلفزي تلامذة مش يعدوا جريدة إخبارية وتلامذة مش يعدوا برنامج إذاعي يعني استنفعوا برشا من اللي شافوه هوني حاولوا انهم يطبقوه جميل وتقريبا معناتها انتم ماشيين قدام ما مش اذاعه برك تحبوا اذاعه وتلفزه واستديو شفت حتى مشروع استديو معناتها في الرقم الهري حسوا فما فرق بين تخدم باللغه العربيه ولا تخدم باللغه الانجليزيه فما فرق شو الدماغش نتاعهم بالانجليزي احنا بحكم معنا شركاء من الخارج ما نجموش نستعملوا اللغه العربيه نستعملوها في زياراتنا الداخليه كل ما هو منتوج نهائي فاينل برودكت في البروجي يكون باللغه الانجليزيه كما قلت لك خاطر معنا اليونان والبرتغال اي عندكم شركاء من اوكرانيا اليونان البرتغال تركيا ورومانيا اي بالضبط تلامذه واساتذه احنا بالضبط فريق نفس الشيء فريق ويأطروا استاذ ومع تلامذه راهي احنا ناكد ونعاود رانا الاساتذه للمسه الاخيره للتأطير راهي الخدمه يعني طبعا هي ذكاء راهي يخدموا فيها تعطيه الفرصه راهو يبدع في جميع المجالات واضح خلينا نشوف نور اول تلميذه نور اللوز اعدادي تاع النوري صباح النور يا نور صباح الخير صباح النور نهارك زين زدنا شويه فقط باش نسمعوها نور قلت لها انا حشامه شويه هكا حشامين شويه تلامذه برك الله تكتب في الانجليزيه اكثر معناها في يحكيو اكثر هاي نور أعطينا فكرة كيفاش انخرطت في المشروع هذا كيفاش لقيت روحك منين جاتك هكا المبادرة وتحمست باش تمشي للإطار هذا وتدخل أكثر في الإنترنت ماكش من جماعة التيك توك ياسر مش من جماعة الفيسبوك للتشاتية أنت من جماعة تستثمر برشا في الإنترنت نور نشكر مدامتي هي اللي شجعتني باش نشارك على الأول أنا كنت خايفة شوية أني نشارك وشارك وتحققت لي برشا فوائد منها كيما ثقة في النفس ونشارك آرائي بحرية وتعرفت على أصدقاء جدد ونمي
جاهز وتنفعي. قداش معدلك في الإنجليزية؟ 17. ما شاء الله عليك، من السنة من اللي بديت تقراها معناها ديما متميزة فيها. أي. وبالحق هي من أعظم التجارب اللي خفتها من قبل، حسنت مهاراتي في التواصل وتعلمت حوايج جدد واستغلت التكنولوجيا في حوايج تنفعني، وليت نجم نكون مراسلة أخبار باهية زادة، ومليت وقت فراغي. معناها انت تو تغرمت بالاكاديمي هذه بطبيعه، اكاديمي ميديا، ناوية بعد باش تكمل في الدراسه في المجال الصحفي والا باش تعمل حاجه اخرى؟ باش نعمل حاجه اخرى ان شاء الله، اما هي كانت تجربه باهية. غرام معناها غرام. وبالنسبه للتجربه نتاع انك تكون على الانترنت، معناها تقرا مع اصحابك اونلاين، تكون مع اساتذتك اونلاين، تحضر مشروعك زاده اونلاين، خاطر عملتوا كلكم اشتركتوا في مشاريع رقميه، وممكن تحكي لنا شويه على المشروع نتاعك نور، تذكرنا به. ميديا اكاديمي ان يور هاندز هو مشروع انطلق يوم 2 جانفي 2021. هي اكاديميه نتعلموا فيها الميديا وتعلموا فيها برشا حوايج كيما نواجهوا الاخبار المزيفه اللي هي بالمصطلح الانجليزي الفيك نيوز، وخلينا نتعرفوا ونلوجوا على الاخبار من مصادر موثوقه فيها ورسميه. وفي اطار هذا المشروع قمت بزيارات في الشارع وتحاولت مع الناس على مواضيع مختلفة كيف الكورونا والتلقيح وباش مواضيع أخرى. تحيت وترجمت بعد كلامهم الإنجليزية ولا خليتهم بالعربي وحطيتوا ترديكسيون على الفيديو متاعك؟ نحطوا صوتي تاج بعديك في المونتاج. في المونتاج شنو قالوا لك الناس؟ كيفاش هكا سألتهم؟ كيفاش خرجت للشارع بالحق وقمت بالمهمة هذه؟ معناها كيفاش حسيتها أنت كتجربة أولى؟ أنهم مصوروهم خافوا لان ينشروهم في الفيسبوك ولا في التلفزه، ما هي آمنة معناتها المشروع نتاعنا آمن وسيكريزي. ثم عبيد كانوا تلقائيين وحبوا يشاركوا معنا ونشكرهم زاد. نور شو تقول على التجربه هذه للي ممكن ما كانوش معاك من الاعداديه نتاعك من قسمك، ما همش معاك مشاركين، وانت استفدت منها، شنو تقول لهم عليها وعلى الممارسه زاد ممارسه العمل باللغه الانجليزيه؟ ماهوش سهل. والله حاب نحب العبد الكل تشارك، خاطر هي بالحق حاجه رائعه جدا، تعلمك برشا حوايج وتخليك زاد ثقتك في نفسك تزيد، وتشارك ارائك بكل حريه وما تخافش، وتتعلم برشا حوايج وتنمي ثقه وتنمي لغتك الانجليزيه. برافو، يعطيك الصحة يا نور. بالعكس كان الأستاذة هدى عندها سؤال ليك بإيجاز وشمشي والمحمد. نور جوست أعطيهم فكرة على التيم نتاعك، الفريق نتاعك معناها. إي تحية الفريق اللي معاك. الفريق معناها كيفاش أنتم في فريق التلفزي؟ مدام اخترنا تي في، تي في تيم، وقسمنا الأدوار بعضنا، شكون باش يقدم النشرة، شكون باش يحضر الإيديتور تيم، وتقاسمنا الأدوار وعملنا حوايج باهية إن شاء الله. ما نحبش نزيد نحرج ونقول لها قدمي الاخبار، باش خليها لمحمد من بعد. محمد اذا حاضر معنا، محمد المصمودي باش ناخذه. منعم كان عندي تليفون اخر موجود. محمد مرحبا بك يا محمد. محمد مصمودي تلميذ بعد ديت امام صحنون بالصفاق. تبارك الله عليك يا محمد، دخلتوا في الموضوع. مش نقولوا عدد ديما صح. قداش السنه انت يا محمد؟ نوفي ماني. في نوفي ماني. تجربه باهيه وفريده من نوعها، على خاطرني زاد نحب كل ما هو مونتاج امور تقنيه. هذا مشروع خاطرني شفت انه مش يطور لي ويطورني ويعطيني خبره. اون بليس نحب نتواصل مع على خاطر ديما نعملوا ميتينغ عندي مكان اونلاين ميتينغز اونلاين. وشفت زاده اللي برشا عباد ضاروا بالفيك نيوز، هيك علاش حبيت انه خرجت المشروع باش نتعلم كيفاش نقاوم من هذه الظاهره ونتكلم ونكتشف الظاهره هذه اكثر. معناها خاصة انتم في الوسط التلمذي، هيك قال هيك قال هيك قال، فيسبوك قال كذا، تبداو معناها تصدقوا فيسا، يعني فما تصديق للخبر، اي خبر من اي نوع تقريبا وفي كل المجالات. اي اكزاكتلي. وبدي تصلح مع زملائك ولا اخت اللي وليت عندك التقنية انك تتعرف على صدقية الخبر، وليت تصلح لزملائك الاخطاء؟ اي نصلحوا لبعضنا كي تسمع بحاجة غلطة معناها تصلح. باهي.
بالنسبة اللي قلت لي تحب برشا صداقات من برا، عملت صداقات مع زملاء من الشركاء اللي معاكم من أوكرانيا، من تركيا، رومانيا، بالضبط معناها؟ لا أما كي نحكي مع معناها نحكي على التواصل معهم، كيفاش يكون بعرف نتكلم معهم، بعرف كيفاش تندمج مع المجموعة. ايه حسيتهم يعني فايقينكم شوية ربما في الإنجليزية، ولا أنتم وياهم في نفس المستوى وخير منهم في بعض الأحيان وفي الأكثر أحيان؟ اي ساعة ساعة في الكواليتي يمكن في الخدمة، واللي في ما نعرفش على خاطر هما معناها كيفاش نقول هما الخدمة نتاعهم في اللكنة، قول أنت اللكنة، النطق بتاع اللغة الإنجليزية مختلف شوية. ايه ايه بلجيكا، كي مثلتي بلجيكا والبرتغال معناها نقصد اي اللغة نتاعهم فيها كي شادة كيفاش، ما يجوش يتكلموا بالباهي بالانجلي. اي صحيح، عندهم كشاء من البرتغاليين معروفين في اللهجه نتاعهم في اللكنه. بكل صراحه معناها عجبك المشروع هذايا، ولا تبدا تحط حاجات على التيك توك وتحط حاجات وتبدا انت على الفيسبوك خير، ولا تقعد في المشروع؟ عجبني المشروع هذا، في نفس الوقت السوشيال ميديا هذا فعال في السوشيال ميديا، وهذا مشروع معناه باهي اي واحد لانه خلاص. انت اكثر السوشيال ميديا وين؟ وين نلقاوك على السوشيال ميديا؟ فين؟ عندك قناه يوتيوب، عندك شان يوتيوب؟ ايه انستغرام وتيك توك. زيد فماش حاجه اخرى واش تحط لنا فيه؟ اليوتيوب والانستغرام. باهي الانستغرام في مين صور تلقاك تحط انت وزملائك، اما اليوتيوب شنو الشان حاط فيها؟ اليوتيوب عملت شان تاع جيمنج، وتوقع نعمل فيها الفيديوز نتاع التيمز اللي تخدموا بها. الجيمينج معناها شاركت زملائك معاك، ولا خليت لهم باش يعرفوا يلعبوا عليها؟ شنو هي بالضبط؟ انت عملتها الجيمينج هذه؟ لا نلعب لعبة عادي كيما مثال عادي، ما نحسب خاطر فما زيد نوعية نتاع جيمينج يصنعوها التلامذة معروف. نحب نشكرك محمد، كان عندك حاجة أخرى تضيفها لنا؟ سي محمد المصمودي تلميذ 9 أساسي إعدادي الإمام زحنون، فبتشكر أساتذتك. تحب ربما عندك ملاحظة بالنسبة للأكاديمية هذه، تزيدوا حاجة، تنقصوا حاجة؟ نشكر مدام اللي أتيحت لي الفرصة أنا وأصدقائي باش ننضموا في مشروع ميديا اكاديمي ان يور هاند، اللي خاصت عليها حتى وقت الكورونا ونسيتنا معناها في برشا حوايج. ميرسي بوكو، يعطيك الصحة يا محمد، شكرا جزيلا ليك. محمد المصمودي ونورولوز تجربة هذا. اي طبعا معاهم تجربة برشا. محمد المصمودي يمكن تلامذة يسمعوا فينا يقول لك علاش اختاروهم، يمكن تلامذة يقول لك حتى نحب نلتحق بالأكاديمية، كيفاش نجم نلتحق بها قبل ما نمشي لباقي التلامذة؟ اي طبعا هما نور اللوز ومحمد المصمودي عينة من التلامذة اللي عندنا، معناها انا كما سبق وقلت لك عندنا 180 تلميذ في قسمكم. تختاروهم ولا تجم حتى تكون مش تلامذتك مثلا قسم اخر ومعبر على روحك؟ معناها تدخل انت الفريق نتاعنا اذا ما تبادرش وما تخدمش وما تفرضش روحك، مش فقط تسجل اسمك هاني في المشروع، لا لازم يخدم. راهو فما شكون ياخذ بلاصتك، معناها من اول العام احنا ثم تور دورن، يعني لازمك فما شكون تخلو خرج. طبعا طبعا اذا انا دخلتك اذا انا فضلتك معناها ودخلتك، خاصه الناس تحب برشا تدخل، وانت ما قدمتش الاضافه وما استنفعتش، اعطي البلاصه لغيرك. مثلا محمد المصمودي ما شاء الله هذاك هو المخرج التقني للمشروع، معناها نحب نعمل فيديوهات. طبعا عنده عمل لنا شين يوتيوب للبروجي ميديا اكاديمي ان يور هاند، تلقى فيها فيديوهاتنا الكل، معناها تغطيه لزيارتنا لصفاق، زيارتنا للديوان، للصحف، للكونفرنس اللي حضرتوها اون ليني بالوقت، معناها يخرج ومهتم وحقق الاضافه. كيف كيف نور وكيف كيف ثم برشا تلامذه اخرين. أو شنو اللي يفرق مدام هو الحشمه؟ فما تلامذه تحب تخدم في الخفاء، معناها ماذا بيها عليها تجيش تكون تظهر، ما تجيش تظهر برشا. بالضبط تخدم راهي تحضر اما ما تظهرش برشا. لكن هما كانوا مثال جيد جدا لاصدقائهم مثلا في الكوليج نتاعي ولا في لي كوليج الاخرين، معناها يلبسوا مراولهم ونهبطوهم للساحه ويبداو يسالوا فيهم شنو هو مشروعكم، شنو هو الهدف، شنو هو تحبوا تعملوا، ويجيوني راهو مدام يعيشك نحب ندخل معاك، مدام نحب نلتحق، مدام كذا، مدام حتى نحب نولي كيفهم، معناها بالعكس راهو تحفيز كبير للاصدقاء. ظهر التحفيز خاطر كي بدا يخدم،
معناها يقول لك انا المشروع هذا نحب نكون فيه، المشروع هذا نحب نكون معه، هو خاطر بالتيم يخدموا معناها بالجروب مش طبعا. كل واحد اي هذا نخدموا كاين جروب احنا تحسهم تك يخرجوا باش يصوروا ولا باش يعملوا فيديو ولا باش يعملوا اخبار وباش يحضروا النشره، تحسهم كل عندهم الانتوزيازم هذا الحماس هذا طبعا. كيما وريتك معناها يلبسوا لبس محضرين لهم توني فيه موحد. فيه موحد لوجو، هذاك اقتراح من التلامذة احنا مادام كل 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 تلميذ يقترح لوجو ولا كل مؤسسة بعد نصوتوا بالتصويت ما هو احسن لوجو اكثر لوجو معبر. هذه مثلا جوكخوا نتاع اولينا من اوكرانيا اللوجو معناها صار تصويت ديمقراطي ما هو احسن لوجو يمثل المشروع نتاعنا، وش واحد برك يقترح ونعطيه فرصة للتلميذ باش يبدا. معناها شفنا ما شاء الله عندنا في التوين سبيس نتاعنا كي تدخل تلقى الاف اللوجوات، مش وصلنا اخترنا اللوجو هذاك. برافو في الحق يعطيكم الصحة، وخاصة حكاية التحفيز للتلامذة وقت اللي يلقى غيره موجود ويلقاهم في نفس التوني هكا يقول ما لهمش على قرايتهم الأخرى. لا بالطبع ما نتخيل ما كانش فما مثلا بعد على النظام التدريسي اللي موجود، معناها بالعكس هما منخرطين في هذا ويحضروا. احنا ثم بارتي في مشروع التوأمة الرقمية كما قلت لك في الإيفاليسيون في التقييم من بعد، هي مدى دمج البرنامج هذايا في البرامج الرسمية نتاعك. تلقي فيها بالقسم بالبرنامج نتاعك، مثلا نعطيك مثال، احنا أول خطوة في المشروع تقدم بلادك. مثلا احنا في النوفيام اني عندنا مثلا آخر يحكي على السيفة انترنت داي، اليوم العالمي للانترنت الآمنة. عندنا زادة درس على الانترنت، يعني نحاولوا ان نربطوا بين فكرة الأكاديمية والبرامج الرسمية متاعنا باش تقعد التلميذ في نفس الإطار. هي حتى مشكلة الكونتينيتي من بعد زادة، معناها التواصل هو المهم زادة. اي طبعا يكمل نوفيام بعد ما يلقاش المشروع مثلا ما يجمش يكمل في المشروع يحس هيك النقص الموجود. انا قعدوا يقعدوا متواصلين معنا، راهو التلامذه يقعدوا معنا لين نكملوا البروجي، خاطر البروجي ساعات يقعد عام عام ونص خاصه في الظروف الاستثنائيه نتاع السنه. معناها السنه مثلا ما كانش عائق حتى طرف، خاطر عندنا برشا وقت فراغ. معناها السنه العاده هكا كي يبدا مثلا حاجتنا بالتلامذه نجيبوهم خارج الوقت في النوادي مثلا المؤسسات المفروض على صحيح عندنا نوادي. مثلا كان عندي نادي التوأمة الرقمية في المؤسسه نتاعي مدام فاطمة عندها نادي الإعلامية، أو كان وظفوا النوادي هذيك باش نخدموا. لكن السنة بحكم أنه كورونا وارتحنا برشا بالعكس قعدنا نخدموا أونلاين، رانا نجتمعوا مع تلامذتنا كل جمعة. التقنية الإعلامية بالطبيعة مش نحكيو فيها شوية، لكن أنا نحكي اللغة الإنجليزية هي الأولى. أي طبعا هي الأساس أنه ينضم ليكم يكون موجود على الأقل يدخل الـ يتحدث ديسكشن بالإنجليزي معناها موجود. بعد التقنية الإعلامية، خاطر مش كلهم راهم يتقنوا التقنية الإعلامية كيما شفنا محمد بارك الله حتى من الفيديو يمنتي يعمل مونتاج يعمل كل شيء يساو ويحط لك على اليوتيوب. التلامذة الآخرين هو أول حاجة مادام أغلب التلامذة بحكم الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك والكل ما شاء الله عليهم في هالمونتاج والحكايات، فما حاجات نعلمهم لهم احنا في القسم. مثلا طريقة تتقدم مشروع نجم نذكر حتى مثلا جينيالي إيميز حويج نعلموهم لتلامذتنا نوريهم لهم. راهو توريه مرة اثنين سيء، معناها توريه مرة اثنين يولي مثلا شفتكم تخدموا حتى على التقنيات. اي طبعا طبعا مثلا نعطيك تقنية معروفة توا حتى الزملاء حتى مش في التوينينغ كيما اللي شفتها معنا حضرت ليلتها الكوت لعبة ممتازة رائعة ممتازة رائعة. وعلى فكرة نجم تكون بالانجليزية بالعربية وحتى بالفرنسية. معناها أنا كمدرسة لغات في عوض أنا مش نشد طباشيرة ولا ستيلو ونعمل له دويرة وهي هاتوا الكلمات، نلعبوا الكاوت هذيك لعبة ممتازة موتيفيتد على الاخر. التلامذة يكونوا متحمسين ويجيو بتليفوناتهم شارجي بالانترنت وشكون يقعد من قدام ويبداو حاضرين اي مدام وقتاش. معناها بالعكس محفزة جدا اي حتى كلمنتي دوت كوم هذوما مثلا صحيح. حتى زملائي في المعهد ما همش ايتوينرز لكن شافوا واللي وحتى هما يحبوا بها لانه برشا صغار يقول لك معناها في الابتدائي الاقسام يلوجوا على التغيير في طريقه التدريس. معناتها انتم مجددين خلينا نقول احنا مدرسين مجددين في طريقه التدريس، فالاساتذه الاخرين اكيد باش يتحبوا. طبعا التلميذ باش يخرج من عندي انا مش يمشي لاستاذته الاخر راهي مدام عملت لنا وعملت لنا، والزملاء يسالوا كيفاش ونوريهم. ومعناها توا حتى التلميذ ولا يدافع على حقه ويقول لها نحب حتى انا. علاش التلميذ هيك يقرا عند الاستاذه الفلانيه يلعب كاوت وانا لا؟ معناها يولي حتى الاستاذ يجدد من روحه باش يقدم الاضافه للتلميذ. والتسميه هذه انتم اخترتوها اللي عالميه موجوده التسميه كاوت؟ لا هي اللعبه اسمها كاوت. اي اسمها كاوت. انت كي تدخل على جوجل تحط كاوت موجوده موجوده لا شفتها موجوده ولا تعرفت عليها حاجه اللي فيها بها انت تحضر الاسئله انت تحضر الاسئله ولا التلميذ
انت تحضر الكونتوني نتاعك معناها نوعيه الاسئله صعبه باللونجلي هو اللوجيسيل راهو موجود موجود لازم يفضل نفسر للعباد اللوجيسيل موجود على الانترنت يكفي انك تدخل على جوجل اما انت تحضر نوعيه الاسئله والملف اللي باش تطرحه ثم زيد حاضر شكون يخدم على الصحافه شكون يخدم على الاعلام شكون يخدم على السياسه شكون يخدم على الجغرافيا على السياحه ثم ديكاوت حاضرين يعني الاساتذه هما اللي يسيروا طبعا للمبتدئ اللي مازال ما يعرفش التقنيه وكيفاش يحضر ثم حاجه حاضره معناها جوست تعطي للتلام ذا كود ويكون عندهم السمارت فون نتاعهم راهو يشغل كله ما عندهم سمارت فون كله ما عندهمش دينار سوق دينار ما شاء الله يلعب يلعب يشيخ يتفرهد فيها افاده فيها افاده ما تصورش ارقام معطيات حقائق باش نقول معناتها صور حاجات تاريخيه حاجات زاده معناتها نعتبرها تقنيه تقنيه التدريس معناها بالضبط في عوض انت مش تعطيه الدرس في السبوره تعطيه له في الكاوت وصدقني ترجع له الحصه الجايه سيئة تبلنتا معناها يمكن انت في السبورة تكتب جملة واثنين وثلاثة واربعة هو يبدأ مش معاك يبدأ مسهل يركز في الأولى الثانية بينما في الكاوت هكا يبدأ معناها يحب يربح ويحب اي بالضبط خاصة بالضبط. فيها تحفيز انه شكون يوصل الأول يجاوب معناها شكون لازم يجاوب بسرعة لا بصراحة بالحق معناها مثل هال البيداغوجيا الجديدة هذه اللي دخلتوها انتم لتلاوتتكم بالحق فما ناس اخرين تغير فما تلامذة اخرين عندهم الحق في ذلك وهذه نوعية من التجديد هذا مطلوبة توا قدام الكلاسيكية المقيتة خليني نقول متاع نوعية التدريس اللي احنا قريناها اللي مش بالضرورة باش يقراها الجيل القادم معناها الجيل تبدل والافكار تبدلت ووسائل الاتصال فرضت نوع جديد نوع معين من وسائل التدريس التلميذ يمل صحيح توا ولا التلميذ يمل ما عادش يصبر لك ساعة يقعد معاك التركيز وحتى تركيزه في ساعة ما يتشتت لازمك انت تكسبه بوسائل جديدة اي بصراحه لازم تعميم التجربه معناها ايمن الخطر شي هزنا الماتر تو ها ايمن عدديه التقنيه بماتر صباح النور يا ايمن صباح الخير يا مرحبا انا ايمن الخطر شي من المدرسه العدديه التقنيه بماتر مرحبا بك ما قسم يا ايمن تسعة اساسي حاضر للامتحان والكونكور يا ايمن حاضر حاضر ولكن انجليزيه اكثر حاجه مهمه ها على جميع المستويات ان شاء الله تكون حاضر وان شاء الله نسمع بيهم من بعد النجاح الكل هم يكون حليفهم في الاعداديه في النوفيام بطبيعه التعليم الاساسي التعليم الاساسي ايمن كيفاش لقيت التجربه نتاع الاكاديمي هذه نتاع اشتراكك انخراطك مع الاساتذه بطبيعه بتاثير استاذتك شنو تنجم تحكي لنا عليها التجربه هذه النموذجيه بالنسبه للتجربه دي انا فرحان بالمشروع الاكاديمي الاعلاميه بيني بيك تعلمت منه برشا حاجات كيما الروبورتاجات مع الصحفيين مشينا يعني برشا عملنا روبورتاجات في الفاك ماتر برشا حاجات ويعني عملت برشا علاقات يعني بين بلدان يعني كيما اوكرانيا رومانيا تركيا البرتغال وقعدتوا تتواصلوا خارج الاكاديميه ولا ديما كان في الاكاديميه تشوفوا بعضكم تتواصلوا مع بعضكم يعني في الأكاديمية نتواصلوا مع بعضنا كهو بالنسبة لك في التجربة متاعك في ماتر على شو خدمت بالضبط أيمن كمشروع أنت والتيم متاعك أنت والفريق خدمنا يعني على روبورتاجات نمشي مثلا نطلعيت نحكم على بيت على مخاطر الكورونا هكي حاجات فريق التلفزي في الأكتواليتي اللي احنا فيها معناتها اش قلت لي فريق التلفزي تحب التلفز أكثر لا ماني قلت لك احنا عندنا فريق تلفزي فريق صحفي وراديو أيمن في الفريق التلفزي مش يحضروا معناه نشرات أخبار تلفزية تقنيات حديثة يعطيهم الصحة أنتوا حاجة ياسر مزيانة يعطي صحة أيمن والمجموعة قديش عندك في المجموعة بتاعك أيمن شكون معك ستة أفراد من نفس الأعدادية نفس القسم وأصحابك اللي ما همش معاك في الأكاديمي هذه كيف شافوها التجربة ويسمعوا بيها ويشوفوكم بالتونيات بتاعكم كيف شافوها التجربة هذه يعني من الأصدقاء اللي مهمش معنا حبوا يدخلوا معنا يعني في الجروب وعجبتهم التجربة بما إنه كانوا حاضرين معنا يعني زي شافوا ما تعاشوا معنا التجربة يعني شو ما لازموا كانوا لازموا معنا الإصفاق خذوا معنا جروب اتوينينج قلت لهم الحقتوا مخر ها؟ اش قلت لهم الحقتوا مخر ما عاش تلحقوا؟ خذتوا مخر تلقاهم معناها متفوقين عليهم يقول لك هذوما لا مش معانا كاينها ولا تمنى بريفيليج هو بريفيليج بالحق مش الناس كل تنجم تكون موجوده حتى في اول العام ما التحقش بينا
ما عندوش فكره، لكن كيما قلت لك كي شاف الصوره وشاف المراول وشاف لي ميكرو وشاف اصحابه من اذاعه لاذاعه تلم ذات برايي، معناها الناس الكل ولات تتسابق اسكو فما شي امكانيه نلتحق، حتى انا نحب نشارك، حتى انا نحب نبادر، حتى انا راني مادام موهوب في حاجه وصلوا حتى يجيبوا لنا يسالوا اصحابهم شنو تخدموا لي زكتيفيتي ويجيبوا لك اكتيفيتي حاضره مادام هو دليل نعمل المشروع هذا ولا يقترحوا هما يقترحوا مع اصحاب اقتراحهم. هي مادام عايشه راهو المشروع كل عام يزمك تجدد اكيد اي معناها المشاريع روتينيه بالضبط المشاريع مختلفه راهي معناها نجم السنه تاخذ فريق عام الجاي تاخذ فريق اخر بمشروع في نفس الدومين مثلا الاعلام باش تلقى فيهم برشا حاجات جديده راه كل تلميذ يجيب لك معاه جديد اكيد جدا. ايمن حب فقط في سؤال ربما ان الكاميرا معاك ان شاء الله، شنو تحس اضاف لك بالحق معناها تغيرت شويه في طبيعتك مشيت اكثر للناس كنت ربما اكثر احتشام هكا معناها نقولوا احنا تيميد التلميذ وليت حتى في المشاركه في القسم اكثر، شنو بالحق اضاف لك المشروع هذا؟ تبدلت حتى في التعامل مع الانترنت؟ لا مش برشا عادي عادي كما كنت من الاول معناها وليت على الاقل وليت تنتقي شويه الاخبار اللي موجوده. اي هكاك بالطبيعه نحن نجوا حتى المشروع بتاعنا هذا موجود في المشروع. نحب نشكرك يا ايمن بالطبيعه اعداديه التقنيه ماتر تحيتنا ليهم الكل وانت شكرا لك يا ايمن خاطرشي شكرا. نحب نوصل شكر لمدام هاجر محمود تحيتنا لها أستاذتك هاجر محمدي شكرا لك يا أيمن. باش نمشي للهبة قبل ما نخدموا بطبيعة مع الأستاذة كيف كيف مع أستاذتنا هدى بلميس باش تلتحق بينا إن شاء الله بعد شوية زادة الأستاذة ريم جابر هاجر ريم جابر أستاذة الإنجليزية ناخذ هبة كانها موجودة على الخط الهاتفي. هبة مازالت ما التحقتش بينا وفاء وإلا حبيبي أمنوني هبة والأستاذة ريم جابر مع بعضنا بالطبيعة باش نكملوا معاهم الحصة خاطرنا ما فيقش بالوقت في ساعة يمر ساعة ديما هكا تكوين وتمكين. حبينا نحكيو على مشروع رائد على مشروع نموذجي على مشروع كان يتعمم في المؤسسات التربوية يا حبذا خاطر باش يقعد حكر على مجموعة ويقعد ديما حكر على مجموعة من المؤطرين الوزارة تاخذ على عاتقها المشروع هذايا وهي عطاتكم الموافقة والأكيد معناها كيما قلنا احنا مأطرة توا واخدة التأطير كيفها كيما المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية كيف كيف يعني أستاذ هاجر وين ماشيين بالمشروع هذا؟ أنا سبق وقلت لك اللي المشروع هذا ينضوي تحت الإيتوينينج التوأم الرقمية بس رقم نحب نقوله عندنا 800 مؤسسة في تونس تربوية في المشروع هذايا معناها داخلة في المشروع هذايا وقرابة 2000 مربي والمنصة هذه راهي مفتوحة للجميع جميع الأساتذة تمشي etwinning.tn وتدخل وتقيد المؤسسة نتاعك خاطر هي تحويزة التوأم الرقمية يدخلوا الأساتذة اللي يحب يكون موجود طبعا اللي يحب ملا وراهو ديما مفتوح مفتوح للناس الكل وللمؤسسات التربوية الكل وتلقى كل الدعم وتلقى عندنا سفراء وعندنا برامج تكوين مش يرمي وقتول هكاك ويسيبوك لا تدخل تتكون في هالوسائل هذه التقنية الحديثة كيفاش تحل البلاتفورم هذه كيفاش تختار مشروع كيفاش تختار التلامذة يعني يعطيوك السبل الكل باش انت تنطلق. هذا البيداغوجي هذه حطيتوها انتوما كمؤطرين من الاول ولا البرنامج؟ لا حط هالبرنامج انا كي ندخل على الاول ندخل كيما ما كيما اي اسره وتكتشف نكتشف فوالا نلقى لي زومباسادور السفراء نتاع التوأم الرقمية في كل ولايه مثلا وهذه فرصه باش نشكر مدام ايمان طقطق سفيرتنا في صفاقس كونتنا واطرتنا واعطتنا لي زوتي الكل واعطتنا الوسائل الكل باش احنا هي الموجوده على الايتوينينغ طبعا هذا الكل راهي بلاتفورم كيما الفيسبوك اما الفرق بينه وبين الفيسبوك تري سيكوريزي كلنا طبعا كلنا توصيه معناها كلنا رانا اساتذة وتلامذة هي راهي بلاتفورم ما بين تونس واوروبا اوروبا طبعا هي شراكه احنا في شراكه احنا ديجا شراكه احنا ايتوينينغ بلس هي نورمالمون تكون كان لاوروبا اما بداو يحلوا بشويه للدول العربيه كيما تونس هيك علاش يسميوها ايتوينينغ بلس ولقاو معناها اكتشفوا مواهب واكتشفوا حاجات في تونس مثلا عملوا ربحنا الجائزه الاوروبيه على المستوى الاوروبي معناها راهو كفاءات تونسيه المؤسسه كانت مدام ايمان طقطق وخدمنا معها احنا بريسك نفس الفريق مدام فاطمه بعزيز وانا ومدام ريم جابر حمدي لا هاجر ما كانتش معنا كانت معنا نوره الترابلسي على اناتول فرانس وبتلام ذاتنا وبمجهودنا
وخذينا الجائزه الاوروبيه، معناها راهي جائزه اوروبيه تدخل في سباق مع اوروبيين. مشتركة بالحق. راهو مادام نحب نقول حاجه، كونوا الاوروبيين حتى كي ندخلوا معاهم في اجتماع اونلاين وتشوف الاقسام وتشوف التجهيزات. علاش ولدي ساعه قال لك راهم هم علينا؟ معناها احنا عندنا لو مينيموم ونعملوا في حاجات كبيره، وهما عندهم بعض مشكله اللوجستي. مشكله اللوجستي مش الفكر، الفكر موجود. يعني وسيدي قاري اربع تلامذة، اربع خمسه تلامذة عامل بهم كيف في قسم اصلا، كي يحلوا لك الكام وتشوف القسم نتاعهم عالم اخر. ومع ذلك رانا مكبشين وشادين صحيح ومواصلين، معناها بتلاقي بذاتنا ان شاء الله خاطر لو في موجود. نحن وحنا القسم يولي هكا تدخل تقلب ان شاء الله. ان شاء الله والله دعوه وزاره التربيه، راهو فرصه لتكوين الاسئله، راهو خاصه بعد الجائحه نتاع الكورونا، راهو لازم حسيتوا قداش الانترنت مهمه جدا، لازم نفتحوا على جيد في الانترنت. طبعا طبعا مش نجموش نمشيو الطرق. التدريس عن بعد اصبح معناها ضروره قصوى، يلزم نأطروا الاساتذه ولازم ندخلوا في التجربه هذه، معناها ما تكونش حكر كان اللي يدخل التوأم الرقميه، لازم يقعدوا مشاريع وكاونوا جهزوها والناس الكل تقرا والناس الكل تتكون. هبه موجوده معنا، ملا الاستاذه معنا، مدام مريم جابر شكون معنا بالضبط؟ اعطيني شكون معنا مدام مريم. قالت لك عاودوا طلبوني. نعاودوا نطلبوهم بربي مدام رجاء، خاطر مدام ريم جابر استاذه الانجليزيه، وهبه ابو جلبان خاطر موعدينها باش يكونوا معنا في الحصه، باش نعرفوا نعطوا الحق نتاعهم. حاب نشكر باش ما ننساش مدام فاطمه ابو عزيزه خاطر بالحق متعاونه معايا بشكل كبير وتعلمنا، خاطر ساعات ما نعلموش بالمشاريع هذه بالحق. نقول لهم الاسره التربويه مش منغلقه لكن يخدموا في اطار ربما ليلهم. ما يوقعش الاعلام معناها بحاجات كيما هكا، بالحق حاجات كيما هكا متميزه جدا، يعني ماذا بينا الاساتذه الكل تخدمك، ماذا بيا الاسره التربويه الكل موجوده في هذا المشروع، ماذا بيا التلامذه الكل منخرطين، علاش التلامذه ما موجودين والتلامذه لا؟ الناس كل محفزه معناها باش تعمل باش تتقن اللغه الانجليزيه وباش تتقن التقنيات الاعلاميه وباش تبعد شويه على كل ما هو تضيع وقت، خليني نقول عندنا برشا وقت لكن مضيعينه فيما لا يعني. هي احقاقنا ونعرفوا معناها شيء اقل الحق. راهي الاسره التربويه الكل معناها معانا، راهو السيد المدير، وفرصه نقدم تحيه لسي مراد الهرابي والسيد القيم العام سي عبد اللطيف في اعداديه الامام سحنون، والمديرين نتاع مؤسساتنا الكل راهم ايادي مفتوحه موفرين الظروف الكل. انا مثلا عن تجربتي الشخصيه عاملين لي قاعه خاصه مفتاحي، معناها شكرا سي مراد، حتى المندوبيه الجهويه الحق مثلا سي شكري الحسين كل قريب مغادي معناتها قاعه صغيره نتاعنا باش تخدم عليها على قاعه التوأم الرقميه، وتدخل التلامذه تكتشف فيها تصاور وفيها عالم اخر، تدخل العالم الصغير هذاك الحق معناها الامكانيات المتاحه، معناها الامكانيات المتاحه زملاء زادت في الانجليزيه في الفرنسي في الرسم، اي زميل راك تمشي له يعاون معناها الحق. يقول لك مشروع تكون الصحه فيه ومخصين وقت، وراه مش تايه تقعد على الانترنت قداش من ساعه وتخطب تلامذة وتحضر المشاريع، واي معناها فيها كيف تخفيف شويه في البرامج، انت اصلا مش تعطي فرصه للاستاذ انه يبدع، خاطر زيد الاستاذ سامحني يدخل معناها تقنا نلحقوا نتجلاو على ساعه باش نكملوا بالضبط. انا ديجا قلت لك عاملين نوادي باش نجموا نخدموا التوأم الرقميه هذه، نوادي معناها بالحق. راهو شكر لكل الزملاء في عمليه. شكون معايا بالضبط؟ هبه والا مدام ريم؟ الو ريم جابر. ريم يا مرحبا، اهلا وسهلا، جود مورنينغ، هاو ار يو؟ الحمد لله يا ربي الحمد لله. مدام ريم شنو احوالك؟ لبس عليك. الله يخليك. الحمد لله الحمد لله، صباح الخير الناس الكل، نهارك زين. صباح الخير يا عيشة، يخليك. انا ريم جابر من اعداديه النموذجيه بالسفاق، اكيد استاذ انجليزيه. فوالا في المداخله نتاعي نحب نحكي على مشروع البيداغوجي اللي قاعدين نخدموا فيه، معناتها اللي اسمه ميديا اكاديمي ان يور هاند، اكاديميه الاعلام بين يدي. اي دونك لازم نحكي معناتها على راحتي ولا ثم سؤال موجه؟ لا انا حبيت نشوف التجربه هذه الرائده، هالنموذج هذه تعبتكم ولا ساعة؟ هي والله فيها برشا تعب، اما معناتها هيك التعب المستحب، معناتها كي تلقى سمره نتاع كي تلقى خدمه التلامذه، تلقى التلامذه عاملين كيف عاملين جو، كي السمره هيك الانتاجات اللي يقوموا بها، معناتها منتوجات التلامذه اللي في الفيديو اللي سكاش المسرحيات اللي هي كلها معناتها في صلب معناتها البرنامج الرسمي اللي يقري فيه، دونك حاجه رائعه معناها تنسينا هيك التعب بالحق. خليتوهم النتائج هذوما من الاول قبل ما تدخل المشروع، معناها كنتوا حاسين باش تعملوا النتائج هذوما؟ لا والله لا، انا مثلا شخصيا معناتها كانوا ثم منتوجات مي مش معناتها مش بالطريقه هيك. صحيح، على خاطر احنا كي نقولوا مشروع معناتها بيداغوجي في التوأمه الرقميه، يعني التلميذ عنده الفرصه باش يخدم
معناتها بالتكنولوجيات الحديثة، هذيك الإضافة للتلميذ وللأستاذ زادة. أنا شخصيا كنت نخدم بطريقة معناتها ياسر كلاسيكية، مي غراس إتوينينغ، بفضل مشروع الإتوينينغ بقى روحي قاعدة نطور من نفسي، نستعمل في تكنولوجيات حديثة، قاعدة نتعلم بشوية بشوية، نتعلم من الشركاء واللي بحثوني غني نخدم معاهم، سواء معناتها الشركاء التوانسة ولا الأوروبيين، ونتعلم حتى من تلامذتي. معناتها أنا نقري في الإعدادية النموذجية، راهم تلامذة ما شاء الله عليهم، معناتها نوابغ. دونك صدقني دي فوا أنا نسألهم كيفاش نخدم هكا ولا كيفاش نعمل هيك الحاجة، ولا فهمت معناتها. خاصة في التقنيات معناها، تخيل في التقنيات الإعلامية معناها، إي. اللي هي توا معناتها في معناتها الوضع الوبائي اللي احنا نعيشوا فيه، معناتها اكتشفنا أهميتهم التكنولوجيا هذيك. يعني انا مثلا كي نخدم برودكسيون وانا نخدم مسرحيه مع تلامذتي بوغ ايفيتي الكونتاكت الفيزيك مع التلامذه، نجمو كل خدمتنا كلها تتصب سوغ دي بادلات ولا دي ويكلت ولا شوي اللي هما هذوما معناتها ادوات رقميه تكنولوجيات حديثه تسهل الخدمه مع التلامذه وتسهل التواصل مع تلامذتنا وحتى مع الشركاء الاخرين. دونك احنا الخدمه هذيك كما قلت لك تتبع الادوات الرقميه هذيك، ونجم نصلح خدمه تلامذتي وتلامذه كلهم ينجموا يشوفوا الخدمه، معناتها ينجموا يشوفوا خدمه بعضهم. دونك ثم معناتها ثم لو بارتاج، فهمت؟ اي شراكه، فماش حاجه تخدم وحدك معناها، بشراكه مع مجموعه كامله. وتقريبا احنا ماشيين الاطار هذا تو في تونس الكل، معناها شفنا الازمه نتاع الكورونا، يلزم الواحد يحضر روحه ديما للازمات معناها ما كان ديما هنا نقولوا احنا معناها الفتره هذه، والعالم عالم الانترنت تقريبا، حتى التعاون مع البرة مع قدش من دوله يكون عبر الانترنت، مهم جدا انك تكون تمتلك هالتقنيه هذه. اكيد اكيد اكيد، ومعناتها هي حاجه من الاول احنا اكتسبناها معناتها في خدمتنا في معناتها المشاريع البيداغوجيه هذه في خدمه الاتوينين، ميزتنا عرفنا قيمتها معناتها شفتو كيما قلت لك توا في الجائحة هذه، فهمت؟ مهم جدا مهم جدا. يظل حتى كي تشوف هكا ما عادش تحب تقري كلاسيكيا معناها، تولي صعيبة الحكاية. أكيد أكيد أنا سنة أول عام احنا بدينا لو دو جونفي معناتها الخدمة معناتها في البروجي نتاعنا هذا. قبل ما نبداو معناتها كي بدينا سبتمبر أكتوبر، عرفتك اللي أنا معايا سفيرة نتاع معناتها توأمة رقمية مدام إيمان. إيمان طقطق أي حتى مع صحيباتي لهنا نقول لها نحس القسم معناتها نقطع حاجة معناتها وقتها ما زلت ما دخلتش معناتها ما خدمتش حتى بروجي، فهمت؟ أما نحس بالخط معناتها لي بروجي إتوينينغ هذوما نقول لهم يعطيو برشا شارم للخدمة، برشا موتيفاسيون معناتها للتلميذ وللأستاذ، معناتها نخلقوا هيك الإبداع، ثم التجديد، ثم حاجة جديدة في القسم، فهمت؟ جميل. والحاجة اللي نحب أنا نأكد عليها، ثم بتاتر تكون مش فاهم يقول لك إيه شنو علاقته هذايا بالبرامج الرسمية بتاعنا. أنا مثلا نسنا خدمتي في المشروع ميتي أكاديمي إن يور هاند 80% ولا حتى 90% من الخدمة اللي نخدمه فيها هي في صلب معناتها البرنامج الرسمي. يعني كل درس ولا كل فاند موديول تلقاني خاطر احنا نخدموا معناتها ثم عندنا شراكه نخدموا في جريده الكترونيه. دونك كي تقول جريده الكترونيه باش تلقى المجالات الكل معناتها معناتها التعليم الفن كل المجالات ماهوش مقتصر على حاجه واحده على دومين واحد. اي صحيح. دونك احنا كل فاند موديول ولا كل دو تخوا لوسون باش تلقى حاجات اللي تنجم توظفهم فيك فيك الجريده بطريقه ذكيه جدا، فهمت؟ مهم. يعني تلامذه معناها حتى اللي هما من بعد شويه يرجعوا لها، معناها حتى في اطار مراجعه يرجعوا الغادي يلقاو البروجرام نتاعهم. اي معناتها حتى لي برودكسيون ثم دي برودكسيون اكريت معناتها ثم منتوجات معناتها كتابيه معناتها انتاجات، يعني كيدخل هو على الليليان اللي معناتها هي متاحه للتلامذه وللشركاء، فهمت؟ يلقى الخدمه نتاعو نتاع جميل ونتاع حتى اللي معناتها تلامذه في البلدان اللي احنا نخدموا معاهم في اليونان وتركيا ورومانيا اتسها، باش يلقى دي فيديو معناتها حتى كان انت قلقت اختيك باش تقرا اختيك تلقى فيديو اللي هي تحفز اكثر التلميذ وتشجعه باش يسمع فيديو ولا باش تلقى بودكاست ولا معناتها ثم حاجات برشا معناتها مهمه معناتها برشا انوفاسيون مهمه اي فما التجديد فما التطوير فما الفلكسيبيليتي خلينا نقول معناها سرعة نتاع البارتاج وما إلى ذلك في الإنترنت، وفما زادة خاصة معناتها التواصل الكوميونيكاسيون هذه اللي احنا ناقصين شوية خاطر تو الصغار مثلا التلامذة يمكن البراتيك نتاع الأونجلي ماهوش برشا يولي على الأقل بالبراتيك يتحسن أحسن يتحسن خير. خاصة وأنه احنا لغة التواصل سؤال جاي والأوروبيين هي اللغة الإنجليزية معناتها هي لغة العالم. أنا نقري إنجليزية وما شاء الله تلامذتي لهنا معناتها أبدعوا معناتها وتطوروا نتخيل تطوروا أكيد أكيد
مستوى معناتها البرونونسياسيون هما ما شاء الله عليهم ومش نابتين في, في في الانتاجات في يعني شويه يعملوا لي دي فيديو صدقني نبدا منبهره معناتها بالحق نقول لهم نبدا عامله كيف بصغيراتي معناتها بك الخدمه نتاعهم والله برافو الحمد لله فوالا ما نقول لك كان اتس اميزينغ صراحه معناها حاجه عالميه يعطيكم الصحه عليها نحب نشكرك مدام ريم جابر شكرا جزيلا ليك ومن خلالك انت كل الاساتذه المؤطرين واصلوا ها يعني وان شاء الله بالتوفيق لكم شكرا هذه يا عائله تفضلوا مرحبا ان شاء الله المره الجايه نقدموا كل المشاريع اللي قدموها التلامذه انا ماذا بيا ندونوهم ونحطوهم معناها مشاريع مزيانه برشا حبيت نتعدي حتى واحد من المشاريع هذه المشكله في الوقت اما كل المشاريع نتاعها بتدون وتجم تظهر معناها ونبعثوا لهم اليوم على الاقل نعطيو اليوم بعد ان شاء الله كل شيء نخدموه احنا موثق يجمو يتفرجوا ادخلوا حتى مش من الاسره التربويه معناها انت مادام عايشه نجم انا نستدعاك ضيفه وندخلك وتتفرج وتشوف معناها تدخل وليه مثلا يحب يشوف ولده وش قاعد يعمل يدخل معانا يتفرج اي توينينغ بوانتيان للزملاء الكل اي توينينغ رقمهم يا وفاء مشكوره خذ لنا رقم خاطر باش يعرفوا اذا اما اعداديه يقرا ويجوا يلتحقوا توا ولا في المشروع القادم خاطر انتم في جوان تكملوا هذايا أي احنا سنا بحكم الكورونا نقعدوا حتى شويه لجويليا ما احنا تو في الفينيش دونك نخلينا نبداو ننظفوا ناخذوا نمروها الوالده هذه خاطر ام تسال فما صغارها متميزين في الانجليزي على الشارع راهو تتخيل مهمه المؤسسه تتصل بالسيد المدير تتصل بمدام ايمان طقطق بيا انا هاو فيسبوكاتنا عندك العديديات الكل العديديات الكل راهو نوجهوك ومرحبا بهم تلامذتنا الكل والاولياء الكل عديديات الامام سحنون كانت حاضره معنا الاستاذه هدى بن ميس شكرا جزيلا ليك وبالتوفيق لكم في المشروع هذايا مشروع الاكاديميه ميديا اكاديمي ان يور هاند هذايا مشروع الاكاديميه بين يديك اكاديميه الاعلام بالتوفيق لكل التلامذه المشاركين والاساتذه زاد المشاركين والمؤطرين شكرا جزيلا ليك يعيشك شكرا على اتاحه الفرصه شكرا للشركاء الكل شكرا لك انت شكرا مره اخرى لاستاذتنا فاطمه بازي كما قلت على التعاون المتواصل معايا ومع إلى صفاقة شكرا لكم الكل بعد شوية تلقاو موجة العشرة بعد العشرة تلقاو قيس وسيد أحمد بتبيعة في الكلام الطيب شكرا لكم ونعم وشكرا الوفاء وشكرا لحبيبك ريم كيف عايشة أتمنى لكم ديما أحلى الأوقات على موجات إلى صفاقة فرحنا اليوم بوقف الحرب في الحقيقة ضد معناها ما بين إسرائيل وما بين فلسطين نختموها بالإيقاع هذه الصغير وأكيد بعد شوية يكون موجة العشرة That's not true.